بدنا نحكي على موضوع دائرة الشحن. ماشي، بالأساس بدنا نشوف بالبداية كيف الجهاز بأي وسيلة بيشحن، بأي أسلوب بيشحن. هل بكل جهاز في عنا اي سي شحن أو لا؟ الحالات اللي بيشحن أو الاي سيات اللي بيشحن من خلال الجهاز كيف يكون وضع؟ على طول في عنا بلوك للشحن، بس هذا البلوك للشحن ما بيكون بشكل بصورة موحدة. عندنا الحالة الأولى اي سي للشحن مستقل فقط. في أجهزة تعرف اي سي الشحن تلاقيها اي سي متوسطة مع ملف كبير بتكون قريبة من منطقة كونكتر البطارية. طب في حالات هيدي الاي سي ما بتلاقيها، وين بيكون الشحن؟ اي سي باور. بتكون اي سي باور هي للتشحن. في حالات ما بتلاقي الاي سي الشحن، نفس الوقت اي سي باور ما لنا ضمن الشحن، شو بيكون في عندنا؟ في عندنا مثل شيء في اوقات بسموها اي سي باور مساعده، او انا باي سي مثلا هي مجموعه دوائر بتنحط باي سي وحده، هي عدد بتكون الشحن، الاضاءه، البيانات، الفايبريتر، بتكون اي سي وحده. كيف بدنا نسميها؟ الاي سي باور المساعده، فينا نسميها اي سي الدوائر المشتركه مثل ما بدك. انا بحب سميها اي سي الدوائر المشتركة. ابرزهم بتلاقوهم بالاجهزة الكوالكوم، بتصنعوا الكوالكوم. بتبلش هيدي الاي سي بكلمة باحرف البي ام اي، هيدي بتكون عدة دوائر بقطعة واحدة. في طبعا بالميديا تك في دوائر، في اي سيات مثل هاي غالبا بيستخدموها هاي بالاجهزة يلي بدهم يوفروا اقتصادية. يعني انت عندك اي سي بتعمل لك محل 6 اي سيات بيستخدموا هيدي المسألة. هلا الميديا تك ما فيش رقم مخصص، بس هيدي بكوالكوم البي ام اي. طيب في عنا شوية تفاصيل كمان بموضوع اذا في حال عنا الاي سي الشحن لحالة. كمان اي سي الشحن لحالة في عندها شوية اختلافات. من الاختلافات اللي كخطوط كهرباء، في خطوط كهرباء، يعني عندنا اي سي شحن تتوسط الخط بين البطارية واي سي الباور. يعني بهالحالة هون تغذية اي سي الباور من وين بتجي؟ من اي سي الشحن. هيدي الاغلب هون شو اسمه هاي بيكون. وعندي نموذج اي سي الشحن بس شغلتها وظيفتها شحن فقط، يعني ما لها علاقة مع اي سي الباور، بس اي سي شحن لا تغذي اي سي باور. طيب هل هاي شو بهمنا بهالموضوع؟ هيدي النوعيه، هيدي الاي سي هون، هيدي ما بتغذي، ما بتعطيك عطل باور، لا تعطي عطل باور. اما اللي بتتوسط خط البطاريه مع الاي سي باور، لا، العطلة يعطي عطل باور. تمام؟ طيب كمان في عندها توسيع. الأغلبية الساحة نقل الداتا عبرها، يعني فيش الشحن بدك توصل مثلا مع اللابتوب بدك تنقل داتا، بيتم نقل الداتا عبرها. في عندنا نماذج ما بتنقل الداتا،
اللي ما بتنقل للداتا في عندنا نوعين، نوع بيتم نقل الداتا عبر اي سي بسموه الميكرو يو اس بي اي سي، ونوع الداتا بتنقل يعني مثلا بالاجهزه الصينيه مباشره نقل الداتا بتتم عبر المعالج. هيك بالاجمال الانواع لاي سي الشحن والتفريق بيناتهم. شوفي بعد هاي